مرحبا، اسمي لوسي رايلي وأنا مؤهلة في مجال العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل. سوف نقوم باستخدام المنتج الثالث من نظام سونيا للعناية بالبشرة، وهو التونر المرطب القابض للمسام. هذا المنتج مثالي للاستخدام بعد المعقم وبعد المقشر للتأكد أن بشرتك نظيفة تماما. سوف يقوم بتنظيف بشرتك وترطيبها وتقليص حجم المسامات فيها، وهو خالي من الكحول. قومي بوضع بعض القطرات من التونر على قطعة من القطن المبلل. امسحي وجهك بالقطن نحو الأعلى ونحو الخارج، وهو لطيف جدا حيث يمكنك تمريره فوق العينين. هذا لأن منتجنا لا يحتوي على الكحول بتاتا. يفضل وضع قطعة القطن المبللة داخل الثلاجة لتبريدها قبل وضعها على الوجه، مما يساعد في تقليص حجم المسامات. بعد استخدامك للتونر، قومي باستخدام المرهم الموحد بمعدل مرة أو مرتين أسبوعياً.